السلام عليكم ورحمة الله. كالمعتاد كما تعودتم في مطبخ بوسي وهيمة هتلاقي كل جديد. أنا النهاردة جايبة لكم عاملة الفطير المشلتت من غير عجن، من غير دقيق، من غير عجن ومية وكتير وحاجات كده. لا، تعالي يلا نجربي بطريقة مطبخ بوسي وهيمة الفطير المميز المورق أهو، مورق كله. يلا تابعي الطريقة والوصفة معايا، أحلى فطير هتاكليه من غير أي تعب. وطري ازاي؟ طري جدا أهو، يعني هتاكلي فطير مميز من غير تكلفة، من غير وجع قلب. يلا نتابع انا عملت الفطير النهارده ازاي، وما تنسناش قبل ما تتفرجوا في اللايك والسبسكرايب. يلا نتابع مع بعض، اترككم في المشاهدة ممتعة. هنعمل هنا الفطير المشلتت بالرقاق. كلنا طالعين من عيد كبير، عندنا رقاق بزيادة، وعايزة تعملي بيه فكرة مختلفة، فأنا هعمل لكم بيه النهاردة فطير مشلتت. معانا هنا نص كيلو رقاق، تقريبا كيلو، كيلو، ده كيلو رقاق. فأنتي هقسمه على اتنين، وهعمل بيه صينية كبيرة، صينيتين كبار من الفطير. معايا هنا القشطة أو الكريمة، معايا سمنة فلاحي سايحة، واهم حاجه لنجاح الفطير المشلتت يكون سمنه فلاحي صرف عشان تاكلي فطيره كده مميزه وحلوه. ودي القشطه، وش اللبن بتاع الكريمه، عندك كريمه طبيعيه اوكي، دي هسيبها للوش. وعندي هنا الصينيه دهنتها. تعالوا بقى نشوف الفكره هنا. هنروح عند الحنفيه بتاعه الحوض نعمل ايه. هنفتح هنا حنفيه الفلتر اهي، قبل الرقاقه كده. اولا بتكوني غسلتيها من اي دقيق زياده، من مسكه اي حد ماسكها اهو، هتبليها من ناحيتين مش من ناحيه واحده، تحت الحنفيه المفلتره تمام. هتروحي تحطيها على الصينيه، بتدهنيها زبده او السمنه بتاعتك، بين الواحده والثانيه لازم تدهني، بين الواحده والثانيه لازم تدهنيها كمان مرة اهو على السريع، يعني تبقى انتي سريعة كده، مش تسيبيها فترة ولحد ما تبوش في ايديكي. ادي اول وش خلصت تمام، اهو الوش التاني على السريع كده برضو اهو اهو، قبل ما تبوش بتكوني خلصتيها، تروحي تحطيها في الصينية وتكوني دهناها، تكوني دهن الصينية زبدة، وهكذا نكرر الحاجة كم مرة وتدهنيها اهو. بدهن الصينية وهكرر كم مرة. شوفي بقى انت على حسبك، يعني ممكن تخليهم 8 رقات تحت و 8 رقات فوق، يبقى 16 واحدة، محتاجة 16 واحدة، 8 من تحت، يعني يبقوا 16 رقة او 15، يبقى حلوة قوي مورقة وتبقى جميلة منك. هكرر نفس الفكرة، وما بين الواحدة والتانية لازم ندهن زي ما وريتكم كده، تدهني الرقاق بتاعك بالزبدة الفلاحي او السمنة الفلاحي. في ناس بتحط زيت عليه، انا مش عارفة الزيت بينشفه ولا هيغير طعمه، يعني ممكن تحطي معلقة زيت كده عليها تمام. هكرر نفس العملية اللي انتوا شفتوها دي، ابل واحط وادهن، ابل واحط وادهن لحد ما اخلص 15 رقة او 16 رقة. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. خلاص كده انا خلصت
الرقاق بتاعي اللي عملته تحت الحنفيه زي ما انتوا شفتوا، وحطيت ما بين كل رقاقه والتانيه لازم يكون زبده او سمنه. تمام، هاجي بقى في التكايه الاخيره بتاعتي. هنا معايا ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه. طبعا الفشير كل ما كان فيه يعني سنة ملح كده تبقى لذيذة، فممكن الرقاق ما يديكيش الطعم اللي هو المميز في العجينة نفسها اللي هو فيه سنة ملح، فطبعا ما فيهوش اي حشوة ولا حاجة. فهعمل ايه؟ شايفين شوية الملح الصغيرين دول؟ هضيفهم على المية. اهو ضفت على المية وهقلبهم. التكايه دي مهمة جدا كمان لسوى ما تقوليش لبن، لا ما تحطيش لبن، هي مية وبس، مية وشوية ملح كده عشان الفتيرة تاخد وقتها في السوى وما تطلعش معاكي ناشفة. تمام، اهو هسقي بيها كده نص كوباية المية بالملح، هسقي بيها كده عند الحروف اكتر شيء، وادي النص بتاعي دي كده. انت بتديها مساحة في الفرن ان هي تاخد وتدي مع بعضها. لو حطيتيها بس باللي انا وريتهولك ده، المية اللي انت بليتي بيها بتطلع تحس ان فيها طعم الدقيق ومش مظبوطة كقوام، وما تحسيهاش ان هي فطيرة فطيرة يعني. تمام، انا كده خلاص. تمام، هاجي بقى عند احلى حاجة الكريمة بتاعتي دي، هضيفها على الوش بينهم، ويا سلام لو حطيتش ما بينهم كمان. اهو اضيف على الوش كده عشان بقى تيجي طعم ايه الفطير المميز كده، الفطير البلدي، وهتعمليها وهتدعيلي بجد. طبعا ما تنسنيش في اللايك، يعني مطلوب منك ان انتي تحطي لنا اللايك حاليا حالا حالا حالا، ما تاجليش، وتدعمونا. ولو انتي اول مره تشوفينا في القناه فعلي زر الجرس على كلمه كل اسفل القناه على العلامه الحمراء على اساس يوصلك كل جديد من مطبخ بوسي وهيمة. اهو انا كده ضفت كل القشطه بتاعتي زي ما انتم شايفين، ادخلها الفرن وتفرجوا بقى على احلى صينيه فطير بدون عجن بدون وش بدون اي حاجه خالص، تفطري بيها تتعشي بيها تتغدي بيها. عن نفسي انا عاملاها، احنا هو احنا كده تقريبا الساعه 4 النهارده يوم اجازتي، فقلت اعمل لهم ايه حاجه يفطروا بيها مميزه كده لسه الغداء. وبكده وصلنا للشكل النهائي للفطير بتاعنا النهارده. اتمنى تكون طريقتي النهارده عجبتكم، وان شاء الله هتلاقوا كل جديد في مطبخ بوسي وهيمة. اتمنى منكم ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في وصفة جديدة اخرى من مطبخ بوسي وهيمة.